في شهر أكتوبر وبحسب بيانات وزارة المالية الإسرائيلية، فإن إسرائيل تتكبد عجزا في الميزانية بقيمة 22 مليار و900 مليون شيكل، 6 مليارات دولار. وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال 12 شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5% في سبتمبر. وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات بنسبة 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر. وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليارات شيكل، وفي أكتوبر من العام الماضي عند 3.1 مليارات شيكل، ما يمثل زيادة في العجز بأكثر من 7 أضعاف. كشف محافظ البنك المركزي الصيني بان جون تشينغ عن توفير تمويل طارئ للحكومات المحلية المثقلة بالديون وفقا لما تقتضيه الحاجة في تصريحات تبرز الأهمية التي يوليها المسؤولون لهذه المشكلة. وقال بان في كلمة ألقاها خلال منتدى فاينانشال ستريت في بكين أمس، عندما يستلزم الأمر سيقدم بنك الشعب الصيني دعما طارئا للسيولة للأقاليم المثقلة بأعباء ديون ضخمة نوعا ما. أشار كذلك إلى أن الجهات التنظيمية المالية تعاونت مع سلطات أخرى في التصدي لمخاطر الديون على المستوى المحلي خلال العام الجاري، وتسعى الصين إلى نزع فتيل المخاطر الناجمة عن الحجم الضخم من ديون الحكومة المحلية خارج الميزانية العمومية دون اللجوء إلى برامج إنقاذ كبرى. وتعهدت الصين خلال اجتماع السياسات الأخيرة الذي يعقد مرتين على مدى 10 أعوام وحضره تشي بإنشاء آلية طويلة الأمد لمعالجة أخطار الديون المرتبطة بالحكومات المحلية، مشيرة إلى استعدادها لتوسيع عمليات اقتراض الحكومة المركزية. من المتوقع أن يظل الطلب على النفط والغاز الطبيعي مرنا لعدة عقود بدعم من نمو عدد السكان والتصنيع في الاقتصادات النامية بمختلف أنحاء آسيا، وفقا لمجموعة وودسايد إنرجي التي تعتبر واحدة من الموردين الرئيسيين للوقود الأحفوري للمنطقة. قالت ميغ أونيل الرئيسة التنفيذية للمجموعة في بيان قبل تقديم خطاب موجز للمستثمرين، من المتوقع أن يستمر نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال بصفة خاصة، حيث يسعى المشترون إلى تأمين الإمدادات لدعم مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بينما يتخلصون من الكربون. وأبرمت الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال مجموعة من عقود التوريد طويلة الأجل التي تمتد لعقود، وذلك وسط احتدام المنافسة العالمية عليه. وباتت بعض الدول الأوروبية تعتمد بشكل أكبر على الغاز المنقول بحرا بعدما خفضت روسيا معظم تدفقات خطوط الأنابيب إلى المنطقة، كما ينظر إلى هذا الوقود أيضا على أنه بديل ذو كثافة انبعاثات أقل مقارنة بالفحم. قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم. وحذر الصندوق مما أسماه الاحتفال السابق لأوانه مع انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته. وذكر الصندوق أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو. وقال الصندوق في تقريره الإقليمي الذي يصدر مرتين سنويا إن البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى التي ليست عضوا في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة وصلت إلى ذروة أسعار الفائدة الخاصة بها، في حين بدأ بعضها في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومع ذلك لا يزال من الضروري اتخاذ موقف تقييدي طويل الأمد لضمان عدم عودة التضخم إلى الارتفاع. وأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر 3 سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.
إن كمش عجز الميزانية الروسية للشهر الثالث على التوالي مدعوما بزيادة عائدات النفط والغاز على الرغم من ارتفاع النفقات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. أظهرت بيانات وزارة المالية الروسية تقلص الفجوة المالية إلى تريليون و200 مليار روبل، أي 13 مليار دولار، أو ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية أكتوبر. وأتاحت الزيادة في إيرادات النفط والغاز لروسيا تحقيق أداء أفضل مما كان متوقعا بموجب قانون الميزانية الذي استهدف الوصول بنسبة العجز إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. مشاهدينا، ختام هذه النافذة الاقتصادية. الآن نعود مجددا لزميلة يارا مجدي لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. تفضلي يارا. شكرا لك يا زميلة العزيزة جاكلين ماهر على هذه الجولة الاقتصادية.